ودعم في الواقع دعم القطاع التعليمي قد لعب دورا حيويا في بناء القدرات والمعرفة والخبرة على مستوى الرسمي للحكومة. أننا نثمن هذا الدعم الذي طلبناه وطلبت من نظيري مواصلة التعاون وخلق مزيد من الفرص في مختلف المجالات ذات المصلحة المتبادلة. لغتي الأصلية هي السواحيلي والتي يتحدث بها العديد من الأفارقة، وكذلك لا يمكن أن أختتم هذا النقاش دون أن أشير من خلال لغتي التحية بالتعاون، وأنني كذلك أحيي الرئيس السيسي على إدخال تعليم اللغة السواحيلي في بعض المعاهد اللغات المصرية، فهي من اللغات الأساسية بيننا، وهو كذلك اتجاه نحو ضعف العلاقات الشقيقة بيننا. إننا سوف نرسل فريقا من الخبراء لمناقشة احتياجات مصر الخاصة ضمن إطار حول كيفية تعاون مصر وتنزانيا. أصحاب المعالي السيدات والسادة، فيما يخص الدفاع والأمن، هذه قضية ذات أهمية قصوى في أي بلد وتحتل المقام الأول على جدول أعمال أي دولة. إن قطاع الأمن فإن مناقشتنا كذلك تناولت التعاون العسكري والدفاع بين البلدين، وهذا من الجدير بالذكر أن مصر لديها العديد من الشواغل فيما بشأن السلم والأمن على المستوى الإقليمي والدولي.